الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. متوفق الله تجدد لقاءنا لقراءة كتاب التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد 25 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 19 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. وتقدم الكلام على الإعراب، واليوم يقول: ويقابل الإعراب البناء. فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد شوي. أبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال الشيخ رحمه الله: يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد. شوف، يقابل الإعراب البناء، لا تقول بناء. العرب ما يقفون على متحرك، يقفون على ساكن. تقول البناء، تبي توصل الكلام تقول البناء ويتضح. تقف، قف على ساكن. طيب، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تريد توصل تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قف على ساكن. نعم. ويقال الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منكم تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء، ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. فتقول: البناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. شوف، هذه لغوي بضم الله، ها، لغوي. ما تقول لغوي، تقول لغوي. تقول فلان ايش اللغوي. اذا قلت اللغوي اختل المعنى، يكون اللغو هي لغه وليس لغة. واضح؟ احدهما لغوي، قراها قراءه سليمه. كذلك ايش يقال؟ النحوي وليس النحوي. النحوي اسم العلم النحو وليس النحو. واضح؟ النحو لا النحو. طيب، يقول احدهما اللغوي والاخر الاصطلاحي. ما معنى اصطلاحي؟ يعني ما اصطلح وتعارف عليه أهل الفن. نعم. فأما البناء، فأما معناه في اللغة، فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد به الثبوت واللزوم. نعم، كالجدار، ها، وضعوا جدار، يعني وضعوا لبنة على لبنة حتى صار جدارا اسمه بناء. فذاك دائما إحنا قلنا البناء، قلنا إيش؟ بناء يلزم حركة واحدة. نعم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. نعم، لغير عامل ولا اعتلال. العامل عرفنا، العامل هو الذي يؤثر في الكلمة فيجعلها مرفوعة تارة ومنصوبة تارة ومخفوضة تارة وساكنة تارة، مثل ما ذكرنا مثالا اسم محمد، فتقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. العامل هو الذي جعل محمد في الجملة الأولى مرفوعا. العامل هو الذي جعل محمدا محمد في الجملة الثانية منصوبا. العامل هو الذي جعل محمد في الجملة الثالثة مخفوضا. فتقول جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد. هذا هو العامل الذي يؤثر في الكلمة فيجعلها يغير حركتها من ضم إلى نصب إلى خفض. هذا هو العامل. لكن البناء كلمة ثابتة على حركة واحدة، مهما تدخل عليها عوامل تبقى هي ملتزمة لحركة واحدة، ضم أو نصب أو فتح أو خفض أو سكون، دائما على الحالة فيقال عنه مبني. ولاحظ أن الكلمات المبنية كثيرة جدا، مثلا الأفعال، الأفعال ثلاث أنواع، قل معي: ماضي ومضارع وأمر. ما المعرب من الذي يتغير حسب العوامل؟ المضارع فقط. وأما الماضي ها والأمر مبني، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية، أسماء الموصول كلها مبنية. فالذي يتغير حسب العامل يقال عنه معرب، تغير آخره حالته الأخيرة. الذي لا يتغير يلزم يعني حركة واحدة يقال عنه مبني. واضح؟ ف
ما الذي جعل مثلا كلمة حيث عليها ضمة على طول؟ هل في كلمة رفعتها؟ الجواب لا، العامل ما له علاقة، هو المبني ملتزم حركة واحدة، ليس لعامل رفع حيث ولا رفع منذ ولا سكن هل ولا سكن كم ولا أبدا، العامل ما له علاقة، هو أصلا هكذا وجد، هكذا تكلم العرب، ملتزم حركة واحدة فهو مبني لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل يقول ولا، صح؟ يقول ولا ولا اعتلال. عرفنا احنا اسم الفتى دائما ملتزم الفتى، يأتي فاعل، يأتي مفعول به، يأتي مجرور، يأتي حي، ميت، الفتى ملتزم حركة واحدة، صح؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ السبب لأنه آخر حرف علة ألف، وجود الألف هذا حرف العلة ألف، ها؟ جعله ملتزم السكون على طول، حتى الحركات اللي عليه تقدر تقديرا للتعذر، لا لأنه مبني. الفتى مبني ولا معرب؟ معرب، جاء الفتى فاعل، رأيت الفتى مفعول به، مررت بالفتى اسم مجرور بحرف الجر، لكن مع ذلك دائما ملتزم الفتى الفتى الفتى، محترم نفسه دائما الفتى، هل لأنه مبني أو لأنه آخر حرف علة وهو الألف؟ الجواب الثاني، لأن آخر حرف علة الألف فهو ملتزم حركة واحدة، لأن أصل حركات عليه ها تقدر للتعذر، هذا معنى إيش؟ ها ولا اعتلال، يعني لا لأن آخر حرف علة فالتزم حركة واحدة، لا لا لا، لأنه مبني هو ليس بمبني، الفتى ليس بمبني، وإنما الفتى آخر ألف، فلذلك الألف لا تضع الحركات فهو يبقى بصورة واحدة. فالمبني الآن عرفنا المبني ثابت على حركة واحدة، لا يأثر فيه العامل ولا لأنه آخر حرف علة، وإنما هو مبني هكذا تكلم به العرب، واضح؟ هذا المبني. طيب، ضرب أمثلة ذاك فقال وذلك كلزوم كم ومن السكون، وذلك كلزوم كم ومن السكون، هذه من تأكدت من متأكدها من من وليس من، لا من غلط، عدلها بس لا تشطبها، عدلها، في فرق بين الشطب والتعديل، قول ليش؟ يمكن ربما أنت تعدل شيء خطأ، يمكن أنا الغلطان أقولك عدلها تطرح وهي الصح، فدائما كتب العلم لا تحرف فيها، علق عليها، خذها قاعدة، لو تجد حديث، لو تجد آية، لو تجد لا تروح تشطب وتسوي، لا، وإنما علق عليها، لأنك حتى تعود أنك ما تحرف في كتب العلم، ربما تأتي إلى شيء تظنه إيش خطأ فتروح تشطبه وأنت تخطأ وهو الصواب، حتى سمع لبعض المدرسين أو مدرسات، يعني قصة تروى أن أفتكر مدرسة قالت على الطلاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقالت في خطأ مطبعي اشطبوا وحده، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تاني كلمتان آية قرآنية، فقالت في خطأ مطبعي اشطبوا وحده، خطأ تشطب، عود نفسك ألا تشطب ولا تحرف في كتب العلم، لكن علق، ها، وإذا كنت مش غير متأكد قل لعل الصواب كذا، يمكن ها. طيب، راح أبين لكم أنا ليش هي من وليست من. نعم، كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذار وأمس الكسر، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. طيب، يقول كلزوم كم، هذا ده استفهام صح، كم على طول، كم لماذا على طول هي ملتزمة السكون؟ لأنها مبنية على السكون، ما تتأثر بموقعها من الإعراب، أول جملة وسط الجملة، لا، لو قلت بكم دخلت حرف الجر تبقى كم. يقول من، هذه من يا أخوان اسم، من اسم، عرفنا بالأمس واليوم ذكرنا فيه محمد المطوع إن من اسم موصول، صح؟ اسم موصول من وليست من، من اسم موصول، وتأتي أيضا اسم استفهام، تقول من قال لك، فمن قال لك هذا استفهام،
فيقول يقال عنه من اسم استفهام. ها طيب، وتأتي أيضا اسم شرط، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من حرص استفاد، من حضر استمع، هذا اسمه اسم شرط. اسم الشرط هي جملة شرطية لها ثلاث أركان: أداة الشرط أو اسم الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط، ويسمى إيش؟ جزاء الشرط. واحد، اثنان، ثلاثة. من حضر نجح، من اسم شرط، حضر فعل الشرط، نجح جواب الشرط أو جزاء الشرط. فمن هذه اسم ملتزم إيش؟ السكون، مبني على السكون. تارة تأتي اسم موصول بمعنى الذي، وتارة تأتي اسم استفهام يستفهم بها، وتارة تأتي اسم شرط في جملة شرطية. مثل عندنا هؤلاء، هذا كله يأتي إن شاء الله شرحه مبسوطا، ولكن مثل ما قلنا نحن نهيئكم عشان جيت ولا عندك خلفية شو هؤلاء. مفردهم هذا يا إخوان، هذا، والمثنى هذان، والجمع هؤلاء. المفرد المؤنثة هذه، المثنى مؤنث هاتان، الجمع المؤنث هؤلاء. تسمى هذا يا إخوان أسماء إشارة، هذا اسم إشارة، هذان، هؤلاء، هذه، هاتان، هؤلاء، هذه اسم أسماء إشارة. الهاء فيها حرف تنبيه، يعني هذا هاء حرف تنبيه، ذا هو الاسم الإشارة، هذه هاء حرف تنبيه، ذه أو ذه إيش اسم الإشارة. واضح؟ فالحرف الهاء هذا للتنبيه، والاسم الإشارة ذا أو ذه. حذامي هذه اسم فتاة أو امرأة، حذامي هذه أيضا هكذا العرب تكلموا فيها، اسم امرأة حذامي ملتزم الكسر على طول، قال مبني على الكسر، ويقال هي اسم، هي هذا الاسم اسم زرقاء اليمامة اللي كانت تبصر مسيرة ثلاثة أيام، عليها عيون عجيبة غريبة، فأخبرت قومها بأن في قوم يريدون غزوه، شوفهم من بعيد هم يرون، ما صدقوا، هم وراء الشجر ويتراهم، فصبحوهم وقتلوهم وسمروا عينيها. فقال قائل منهم: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لاحظ، إذا قالت حذامي، ما قال إذا قالت حذامه، معنى فاعل، لأن حذامي هذا إيش؟ مبنية على الكسر، وين ما تحطها تبقى حذامي، كبرت، صغرت، مفعول به، فاعل، مجرور، حذامي، فيقال عنه مبني على الكسر. أمسي أيضا، هذا أمسي ها يعني ملتزم الكسر، وكلزوم منذ وحيث أيضا، منذ حيث هذا على طول، على طول ماذا يا أبا علي؟ مبني على ماذا؟ مبني على الضم، منذ وحيث، لكن حيث مشهور أنه مبني على الضم، لكن في لغات للعرب يبنون على الفتح وعلى الكسر، بعضهم يقول حيث، بعضهم يقول حيثي، لكن الأكثر والأشهر حيث. ما الذي يجعلها حيث أو حيثي أو حيثة؟ سمعت هكذا مبنية، ها مبنية على الضم، ملتزمة حركة واحدة، ما تتأثر بالعوامل الداخلة عليها، كما يتأثر ماذا؟ المعرب. المبني لا يتأثر، المعرب يتغير حسب موقعه من الإعراب. طيب، وكلزوم أين كذلك لازم الفتح، ما في أيني، أينو، أين على طول، كيف، ما في كيفو، كيفي على طول إيش؟ كيف ملتزم الفتح. طيب كم؟ ومن هذا الإيضاح تعلم أن أبواب البناء الأربعة: السكون والكسر والضم والفتح. هذا يعني في شيء مبني على السكون مثل كم ومن، وفي ما يبنى على الكسر مثل هؤلاء وحذامي وأمسي، وفي من المبنيات ما هو مبني على الضم مثل منذ وحيث، وفي مبنيات مبنية على الفتح مثل أين وكيف.
ومن هذا الإيضاح تعلم أن الألقاب يقولون أن أحسن من كلمة ألقاب الأنواع، كلمة أنواع أدق من كلمة ألقاب، لأن الألقاب ممكن أن يطلق أحدهم على الآخر، فلان لقبه كذا والثاني شخص ثاني أيضا لقبه كذا، فما يصير في تميز بين هذا وهذا. ممكن يقال عن الضم يلقب بالفتح والفتح يلقب، لكن قلت النوع هذا نوع مبني على الضم، هذا نوع مبني على الفتح، هذا نوع مبني على الكسر، وفي نوع مبني على السكون. واضح؟ طيب. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تحصل عليكم معرفة المعرف والمبني، فإن المعرف ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة بغير عامل ولا اعتبار. طيب، وبعد كل هذه الأشياء لا تعصو عليك معرفة المعرب والمبني، صح؟ المعرب يتأثر بحسب العامل داخل عليه، والمبني يلتزم حركة واحدة ولا يتأثر لعامل ولا لاعتلال. طيب، لكن هذا المعرب يا أخوان، المعرب نفسه أحيانا ينقلب إلى مبني. المعرب عرفنا إيش؟ يتغير حسب العوامل، صح؟ مثل اسم محمد جاء، قل معي محمد، رأيت محمدا، مررت محمدا، ألا تلاحظون التغير؟ مر بالضم، مر بالنصب، مر بالخفض، أليس كذلك؟ هذا المعرب. المبني كيف، أين، حيث، كم، من، ملتزم حركة واحدة. طيب، لكن يكون المعرب أحيانا في بعض الظروف يصير مبني، قال كيف؟ قال إذا اتصل في شيء، إذا اتصل في شيء في آخره فإنه يتحول من معرب إلى مبني. كيف؟ مر معنا بالأمس أن مثلا إذا اتصل بالفعل المضارع نون النسوة، أمس قلناها، والوالدات يرضعن، أصلها يا أخوان يرضعوا، فعل مضارع مرفوع بالضمة، صح؟ يرضعوا، لكن لما دخلت نون النسوة على فعل يرضع صارت إيش؟ يرضعن. فحينئذ يقال أن هذا الفعل فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصال إيش؟ نون النسوة. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. بالأمس قلنا أن الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد أن إذا اتصل بالفعل فإنه يبنى نون النسوة، إذا دخل اتصل بالفعل كما عرفنا يبنى على السكون، لكن إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. يقول الله عز وجل لا يسجنن، شفت آخر الفعل النون وعلى النون الثانية توكيد، فتجد النون هذه مفتوحة بخلاف إيش يرضعن، فإنها إيش؟ فإنها مجزومة أو فإنها مبنية على السكون. ما الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد؟ لاحظ، عرفنا أن من حيث اللفظ واحد، ليزدنن أو يرضعنا، نون نسوة ونون التوكيد. كيف تعرف؟ إذا كان الحرف اللي قبل النون ساكن فهذه نون نسوة، إذا كان مبني على الفتح فهي نون توكيد. في أيضا فرق آخر وهو جوهري جدا، أن نون نسوة ماذا تعربها؟ إذا قلت والوالدات يرضعن، فاعل، شفت؟ فنون النسوة اسم هو فعل للفاعل، بينما نون التوكيد هو حرف يفيد التوكيد، لا محل من الإعراب. نون النسوة لا محل من الإعراب، فاعل هو الذي يفعل الفعل، بينما نون التوكيد حرف للتوكيد. في فرق بين الاسم والحرف. طيب، مثلا ايش قلنا في تاء التأنيث الساكنة؟ ايش اعرابها؟ قالت نائب فاعل، قالت عائشة، لا محل لا محل هذه التاء ساكنة
تاء التانيث غاية ما تدل على ماذا؟ أن هذا الفعل، أن هذا الفاعل إيش؟ مؤنث، مؤنث. فيقول قالت عائشة، صح؟ الآن في بعض الأسماء مذكرة لكن بصيغة التأنيث، مثل معاوية، مثل مغيرة، مثل عنترة. إذا قلت قال معاوية، قال المغيرة، قال عنترة، صح؟ ما تقول قالت. طيب افرض واحد جديد على اللغة العربية، فهذا يقول لك إيش الاس هذا، ذكر ولا أنثى؟ في بعض الأسماء كما قلنا لكم يعني تطلق، يسمى بها الذكور والإناث، مثل اسم نجاح. في بعض الشباب اسمه نجاح، وفي بعض البنات اسمه نجاح. مو شرط يكون عند القحاطين، لا، أنا أتكلم عموما. ها، في ناس تسمي ولده نجاح، وفي ناس تسمي بنته نجاح. كيف نعرف هاي بنت ولا ولد؟ إذا إيش قال؟ قالت نجاح، فهذه نجاح إيش؟ بنت. قال نجاح، ها، هذا ذكر. فالتاء التانيث الساكنه فقط مجرد حتى تبين بان هذا الفاعل ايش؟ مؤنث وليس بمذكر. نون التوكيد حرف، مثل ما نون، مثل التاء الساكنه ايش؟ حرف للتانيث، لكن نون النسوه فاعل. طيب بعطيكم الان حرف، شو هذا؟ يقول حرف ولا فاعل ولا؟ قلت، التاء هذه، قلت هذه، قلت أدري حرف، بس هل هي فاعل ولا؟ قلت ليس فاعل. من الذي قال؟ قلت، صح، أنا اللي قلت. تقول قلت، قال فعل والتاء فاعل. طيب قلت، حضرتك قلت، طالعني ايش حق طالع الكتاب. قلت فعل وفاعل. طيب وقلت كذاك فعل وفاعل. طيب قلتي، واحد يكلم بنت يقول لها قلتي، ها، فعل وفاعل، صح. طيب قلنا، هذه نا شنو؟ فاعل ايضا. قالوا، الواو هذه، ها، فاعل، صح. فهذه احيانا تاتي افعال. فالان نريد ان نفرق بين نون النسوه ونون التوكيد. الفرق بينهما من حيث اللفظ واحد، لكن من حيث الحرف الذي قبل نون النسوه فانه ساكن مبني على السكون. الحرف اللي قبل نون التوكيد مبني على الفتح. النون النسوه تعرب ماذا؟ فاعل. نون التوكيد حرف للتوكيد، لا محل له من الاعراب. طيب قال المصنف رحمه الله: انواع الاعراب. قال: واقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. للاسماء لذلك الرفع والنصب والخفض. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا أنواع الإعراب، رفع ونصب وخفض وجزم. تقدم معنا، شو احنا هيئناكم قبل أن نصل هذا، أن الأسماء والأفعال ترفع وتنصب، والخفض للأسماء، والجزم للأفعال. نعم. ولا جزم فيها، وإن أفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. أعد أقسامه. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، وإن أفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. إن تحفظ السطرين تستفيد، يعني غدا إن شاء الله قلنا أبو ماهر، ها، أنواع الأعراب، أقسام الأعراب، تقول إيش؟ رفع ونصب وخفض وجزم. تذكر محمد، ايش للاسماء؟ تقول الرفع والنصب والخفض ولا جزم. يقول لك ايش للافعال؟ تقول ايش؟ الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. شفت الحفظ؟ يعني بعض الناس ينمي نفسه يقول ايش يعني، اي اهم، الفهم ولا الحفظ؟ الحفظ مهم، حتى ما فهمته تحتاج تحفظ ما فهمته. طيب الفهم ليس يحتاج إلى خزنة عندك تفهم، فهمت؟ طيب احفظه، احفظ الفهم. وذاك يقول: ليس العلم ما حواه القمطر، يعني رفوف المكتبة، إنما العلم ما حواه الصدر. حفظ مهم. يقول آخر: العلم الذي لا يدخل مع صاحب الحمام فليس بعلم. هذا سابقا، لأن واحد ما يدخل بالكتب الحمام، يدخل بصدره. فالعلم اللي مو بصدرك تدخل بالحمام ليس
ليس بعلم. بس المشكلة اليوم تعكر هذا المثال، قال يدخل بالجوال الحمام، ها؟ فأول ما يدخلون بالكتب، الشاهد أن الحفظ مهم جدا، لو أنك ما قرأت إلا قليلا لكن حفظت فما سستفيد من ما حفظته الحفظ. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأقول أنواع الإعراب التي تقع بالاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الفرق، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة. طيب، تقدم معنا حتى نهيئكم قبل أن نصل أن في علامات أصلية لكل قسم من أقسام الإعراب، وفي علامات أو حروف نائبة. فما هي علامة الرفع الأصلية؟ ضمة. وما هي علامة النصب الأصلية؟ فتحة. وما هي علامة الخفض الأصلية؟ كسرة. وما هي علامة الجزم الأصلية؟ السكون. ولكل علامة ما ينوب عنها، في هناك ما ينوب عن الضمة، وهناك ما ينوب عن الفتحة، وهناك ما ينوب عن الكسرة، وهناك ما ينوب عن السكون. فتقول مثلا جمع ذكر سالم: مرفوع عن ترفيه الواو نيابة عن الضمة. تقول: منصوب عن تصبيه الياء نيابة عن الفتحة. تقول: مجرور عن جره الياء نيابة عن الكسرة. في علامات أصلية وفي هناك ما ينوب عنها. لكن الأقسام كم قسم الإعراب؟ أربع أقسام: خفض ونصب، عفوا، رفع ونصب وخفض وجزم. ماذا للأسماء؟ قال الأسماء ها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. وماذا الأفعال؟ الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. إذن بما تشترك الأسماء والأفعال؟ بالرفع والنصب. بما تنفرد الأسماء؟ الأسماء بما بالخفض. وبما تنفرد الأفعال؟ بالجزم. شوف احنا نجيب لك هالطريقة هالطريقة لما تثبت إن شاء الله. طيب كمل. أما الرفع، أما باب الباب باللغة العلو والارتفاع، وهو من اصطلاح تغير مخصوص على نفع الضمة وما نابع عنه. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي يصدح البلبل. طيب أعرب: يصدح البلبل، يصدح البلبل. يلا منجرب حظنا. ايه أبا محمد يصدح، أول ما جيت كلمة حين يصدح فكر فيها اسم ولا فعل؟ فعل. ها طيب فعل، أول ما قلت فعل ابحث عن نوعه، هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. أول ما قلت مضارع ابحث هل سبقه ناصب أو جازم، ولا لم يسبق بناصب ولا جازم فيكون مرفوعا؟ ها ما سبقه شيء، شنو هذه؟ ياء المضارعة، هذه ياء المضارعة. عشان تعرف الفعل المضارع يعني في حروف في أول الفعل تدل على أنه فعل مضارع، الياء يفعل، الهمزة أفعل، التاء تفعل، ها وتفعل، واضح هذا. والنون نفعل، هذه اسمها حروف المضارعة: يفعل، تفعل، أفعل، نفعل. هذه اسمها حروف المضارعة، يبدأ بحرف واحد منها إيش حتى يكون هذا فعل مضارع. مثل إيش؟ أقتل. أقتل هذا إيش فعل إيش؟ مضارع، ليس أمر مثل ما ظن مصطفى بالأمس قال سوف أقتلك. ها هذه أقتل، الهمزة هذه تدل على أنها الفعل مضارع، تسمى العلامات المضارع. ما هي؟ المتكلم إيش يقول؟ أفعل، وأنت تفعل، وهو يفعل، ونحن نفعل، تجمع بكلمة أنيت اسم حروف المضارع. طيب الآن يصدح فعل مضارع، قلنا لم يسبق لا بجازم ولا بناصب، فهو إذن مرفوع. مرفوع على رفعه ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة على أين؟ على آخره. إذن يصدح
يصدح فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والناصب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب البلبل مو قلت فعل؟ فاعل. ايش في هذا الفعل؟ ايش في الفاعل هذا؟ منصوب مجرور نايم قاعد رايح جاي ايش في ايش في هذا؟ مرفوع. ما الذي رفعه؟ يصدع الفعل مرفوع بالفعل عام رفعه البلبل الضمة. أي ضمة؟ هاي ظاهرة ولا مخفية ولا مقدرة؟ ها الظاهر على آخره سهل. ارتعب وارتجف وخاف وتردد وهو سهل جدا. ها طيب إذن يصدع يصدح البلبل جملة فعلية. طيب كم؟ وأما النص فهو في اللغة الاستواء والاستقامة وهو بالاصطلاح التغير المخصوص على نصب الفتحة وما نابع عنها. إذن العلامة الأصلية للنصب الفتحة وما نابع عنها لها نوائب. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل. لن أحب الكسل. لن أحب الكسل. يلا مبارك. لن الله في فعل اسم لن يعني هو يا اسم يا فعل يا حرف. ايش رايك؟ حرف. ماذا يفيد الحرف هذا؟ لن. لن نفي. حرف نفي. ماذا يفعل بالفعل اللي بعده؟ ينصبه. ايوه وينفيه في المستقبل. لن لن أفعل لن أأكل فيسمى عن الحرف نصب ونفي واستقبال. زين كمل. أحب. أحب هذا فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. طيب فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. بارك الله فيك. منصوب بلن صح؟ حرف لن. حرف علامة نصبه لن أحب فتحة. وين الفتحة؟ ظاهرة ولا على آخر؟ شوف لن أحب. أين الفاعل؟ من هذا اللي ما يحب الكسل؟ من هذا؟ من اللي فعل لن؟ هو أنا. إذن ضمير مستتر وجوب تقديره أنا. لن أحب الكسل. لا فاعل قلنا انا الفاعل مو قلت ضمير مستتر وجود انا. طيب الكسل انت ايش اللي ما تحبه؟ مفعول به. الكسل مفعول به ايش فيه؟ منصوب مرفوع مجرور ها منصوب. علامه نصبه فتحه ضاع اخره. طيب زين مبارك يعني مش يعني معدوم. طيب كمل. أما الخفض فهو في لغة التسكت وهو بالاصطلاح تغير مخصوص على مجهول الكسر وما نابع عنه ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو تألمت من الكسول. تألمت. طيب تألمت من الكسول. أعرب أبو فالح أتنزل راسك أرفع راسك أرفع. تألمت. تألم فعل ماضي. تألم فعل ماضي. لحظة شوي إيش في الفعل الماضي؟ مبني معرب مجرور مكسور متعور رايح جاي. ها يلا تألمت فعل ماضي مبني على ماذا مبني؟ أكيد تألى مبني على الفتح. طيب تألمت لا مبني على السكون لاتصال بتاء الفعل. تألمت. طيب التاء ضمير متصل منفصل؟ متصل. مبني على المعرب؟ مبني. مبني على ماذا؟ تألمت الله في محل رفع فاعل. طيب مرفوع بالفعل من الكسوري من اسم موصول. ها لا هذيك من هذه من اسم موصول من هذه من. طيب حروف الخفض قول لي اياها. ح
حافظها؟ إيه؟ اول واحد شنو؟ من لا من من مو مو اسماء الموصوله حروف الخط ويعرف الاسم ايه بالخفض والتنوين ودخول الافلام وحروف الخفض وهي وهي يعرف الاسم هو شيء يعرف الاسم ايش ها بالخفض والتنوين ودخول الافلام وحروف الخفض وهي من هذه الحمد لله على السلامه هذه من حفظ خفض حفظ جر اي من حرف جر الكسولي بايش مجرور بمن حرف جر من علامه جره كسر كسر الله يعني جر مجرور ما تعرفه ايش فيك انت تقول اسم موصول تقول من وهي من و... لا انك منزل راسك ترفع راسك تتبكت انت ارفع راسك ها يلا طيب واما الجزم فهو في لغه الفقه باصطلاح تغير مخصوص على نحو السكون وما ناب عنه ولا يكون الجزم الا بفعل مضارع لم يفز متكاسل ما اسمك يلا يا فهد لم يفز متكاسل حرف نفي وجزم وقل ايش معنى نفي ينفي الفعل ايش معنى جزم يجزمه صح ايش معنى تقال بس سمعت وعقها من الماضي انت رحت لا بالعكس ما يقلبه من الماضي هو اصلا فعل مضارع يقلبه مضارع الماضي لا تقلد شفت ضيعك وانما يقلب الفعل مضارع الى ماضي ما معنى لم يفوز يعني ما فاز شفت شلون قلبه هذا معنى قلب معنى قلب اي يقلب المعنى من المضارع يفوز يعطيك معنى يعني ما فاز لم يحضر يعني ما حضر صح فلم حرف جزم ونفي وقلب ما معنى قلب يعني يقلب الفعل المضارع من المعنى ايش الحاضر المضارع الى معنى الماضي هو جزم واضح يجزم نفي واضح ينفي لكن المشكله القلب الحين قاعد اكررها حتى تحفظها قلب يعني يقلب الفعل من دلالته على الحاضر إلى دلالته على الماضي لم يفوز يعني ما فاز لم يأكل يعني ما أكل واضح؟ كمل لم يفوز يفوز فعل مضارع مبني فعل مضارع هو الوحيد المسكين المعرب الماضي مبني الأمر مبني هو الوحيد المعرب تروح تقول عنه مبني لا معرب مو مبني ايش فيه فعل مضارع مجزوم صح ليش قلت مجزوم لان قلنا علامه الاعراب اربعه الخفض الرفع والنصب والخفض والجزم قاعد اتكلم عن الاعراب نحن الان كلام في الاعراب ليس في البناء فهو مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون الظاهر على اخره طيب لم يفز متكاسل اما قلت يفز انه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون الظاهر على اخره فعل اين الفاعل متكاسل اعرفها متكاسل فاعل بما مرفوع بالفعل بارك الله فيك وعلامة رفعه تمام كمل وقد تبين لك ان انواع الاعراب على ثلاثه اقسام قسم مشترك بين الاسماء والافعال وهو الرفع والنصب وقسم مختص بالاسماء وهو الخفض وقسم مختص بالافعال وهو الجزم تمام علامات الاعراب قال قال مسلم رحمه الله قال باب معرفه علامات الاعراب للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون قال الشارح ايش قلنا اخواننا العلامه الاصليه للرفع الضمه اكتب عليها واحد بالقلم زين اثنين من علامه الرفع هو نائب قال لك ايش الواو ثلاثه الالف اربعه النون هذه ايش للرفع اربع علامات الضمه الاصليه ينوب عنها ثلاث نواه ينوب عنها ثلاث نواه الواو والالف والنون طيب
كم أقول الشيخ الله وأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة أن الكلمة مرفوعة نعم بوجود بوجود علامة في آخرها من أربع علامات واحدة منها أصلية وهي الضم وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون طيب قال المصنف رحمه الله مواضع الضمة قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أيوة إذن علامة الإعراب أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم الأول منها الرفع له أربع علامات الأولى الضمة ينوب عنها ثلاثة الواو والألف والنون الضمة في أربعة مواضع شوف العلم يبلى رجال يبلى صبر ها مو تقول والله ضعنا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف أنواع الأعراب أربعة رفع ونصب وخفض وجزم الأول الرفع لا أربع علامات الضمة الأصلية وينوب عنها ثلاثة الواو والألف والنون والضمة تكون رفع في أربع مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع أن السالم والفعل المضارع اللي بتسبق آخر شيء لا تقول والله صعب مشينا وإنما قول نصبر ونكون قدها إن شاء الله زين علي العليمي ها طيب والأمر والله سهل والله إنه سهل لكن كما قلنا أن النحو بابه من حديد وجوفه من قصر الضمة هي العلامة الرفع الأصلية في أربعة مواضع الاسم المفرد اسم مفرد باختصار يعني له مثنى وله جمع مفرد الاسم المفرد له جمع ولا مثنى فقع عنه اسم مفرد طيب ندخل شوي بالعقيدة نستفيد تذاكر الله عز وجل ما هو ما بما سمى نفسه الواحد ولا الأحد الأحد وليس الواحد الواحد الأحد سحبت أنا وشي قلت الأحد يوم قالوا الواحد انتبه لك أنا إذن الله عز وجل اسمه الواحد واسمه الأحد صح أسماءه كثيرة لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى عليه لكن ما الفرق بين واحد وأحد اسمه الواحد واسمه الأحد أما الأحد فقول تعالى قل هو الله أحد وأما الواحد فقول تعالى الله الواحد القهار وإلهكم إله واحد فما الفرق بين الواحد والأحد الواحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا جمع واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا الله ليس ثلاث ثلاثة ولا ثاني اثنين إنما هو إله واحد فالواحد ما ليس بمثنى ولا جمع يقال عنه واحد والله كذلك واحد وإلهكم إله واحد وأما الأحد فهو المنفرد بصفاته فهو لم يكن له كفوا أحد لا مثيل له ولا كفء له منفرد بالصفات وحده سبحانه وتعالى فهو واحد ليس بمثنى ولا جمع وهو أحد منفرد بصفات الكمال والجلال هنا يقول لك أول موضع يرفع بالضمة هو الاسم المفرد سمعت مفرد يعني ليس بمثنى ولا جمع مفرد طيب مذكر ولا مؤنث مذكر أو مؤنث المهم أنه ليس بمثنى ولا جمع فمثلا محمد هذا اسم مفرد فاطمة اسم مفرد زينب اسم مفرد خالد اسم مفرد إذا جاء اسم مفرد واحد يدل على واحد ليس بمثنى ولا جمع وفي حال رفع فإنه يرفع بالضمة تقول جاء محمد شوف ضمة جاء خالد ها جاءت فاطمة سهل اسم مفرد ليس بمثنى ولا جمع وفي محل رفع ومعرب فإنه يعرب مرفوع مثلا بالفعل عن رفعه
الضمة العلامة الأصلية. الموضع الثاني قال جمع التكسير، جمع تكسير، هذا جمع ليس بمفرد ولا بمثنى، إنه جمع. لما قال جمع التكسير احترازا من جمع السالم، في جمع تكسير في جمع سالم. الجمع التكسير هو عندما جمعنا المفرد صار في تغيير فيه، تكسر، إما حذفنا منه أو أضفنا إليه أو غيرنا فيه بالشكل، بالضمة بالفتحة بالكسرة، فحصل فيه تغيير من المفرد إلى الجمع، حصل فيه تغيير. بخلاف جمع السالم، فإن جمع السالم لا يتغير، سالم من التغيير، واضح؟ فسأضرب لكم مثلا، تقول لي هذا جمع تكسير ولا سالم؟ زين، في شيء اسمه مسجد وفي شيء اسمه مسلم. لاحظ، المسجد عندما جمعناه مسجد صارت ايش؟ مساجد. مسلم جمعناه مسلمون. ما هو الجمع السالم؟ ما هو الجمع التكسير؟ مساجد جمع ايش؟ تكسير. مسجد صارت مساجد، صار فيه تكسير في الحروف. بينما مسلم، مسلم مسلمون، ضفناها واو ونون بقيت مسلم علما. فالذي يجمع ولا يتغير، ما يتغير، يقال عنه ايش؟ جمع سالم. اللي عند الجمع يتغير بزياده بنقصان كما سياتي يقال عنه جمع تكسير. فما كان جمع تكسير جمع بتكسر فيه، بتغيير في صورته من مفرد الجمع، يقال عنه جمع تكسير. وكان في موضع رفق فانه يرفع العلامه الاصليه الضمه. جمع المؤنث السالم جمع، يعني ليس بمفرد ولا مثنى، جمع. وسالم يعني ليس بتكسير، سالم. هذا الجمع مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات. عندما يأتي بموضع رفع فإنه يرفع علامة رفعه الضمة الأصلية على آخره. يقولون إن تسمية هذا الجمع مؤنث سالم فيه تجاوز، وهو خرج مخرج الغالب، لأن في الحقيقة أحيانا يأتي هذا الجمع وليس بمؤنث، ليس بمؤنث. قال مثل اسطبل اسطبلات، هذا جمع وليس بمؤنث ويرفع بالضمة، ويرفع عن طرف الضمة. حمام حمامات أيضا. فلذلك التعبير الدقيق أن يقال عنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لكن جرت عادة النحاة يسمون الجمع مؤنث سالم، لأن الأكثرية مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات، ها الأكثرية في يجمع بالألف والتاء المؤنث. إذا ما معنى سالم؟ سلمت حروفه عند الجمع. ما معنى تكسير؟ تكسر تغير عند الجمع. الذي يرفع بالعلامة الأصلية في حال رفع الضمة، علامة رفع الضمة، ها الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع النسال، وبعد والفعل المضارع يرفع يأكل يشرب ينتظر يدرس يفهم، إلا إذا اتصل في شيء. عندما يتصل في شيء فإنه حينئذ لا يرفع بالضمة. مر معنا إذا اتصلت في نون النسوة يرضع يرضعنا، صح؟ اتصل في نون التوكيد ليزدنن، اتصل في نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. إذا اتصل في شيء لا، إذا لم يتصل في شيء آخر شيء وجاء مرفوع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم فإنه يرفع بالعلامة الأصلية الضمة. يأكل يشرب يدرس يفهم، واضح؟ طيب أقرأ الآن. قال الشيخ رحمه الله: وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربع مواضع: الموضع الأول اسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع بعد المضارع الذي يتصل به ألف واثنين ولواو جماعة ولياء مخاطب. طيب لو الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين
أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، شو يصير حينئذ؟ هذا عند هادي اللي يحد ويعد، شو يصير؟ يصير أفعال خمسة، يأكلوا يشربوا يدرسوا، هذا فعل مضارع عادي، لكن يأكلون يدرسون تفعلون يفعلون يفعلاني تفعلاني أنت شطرة تفعلين، لا صار من الأفعال خمسة التي رفعها بالضمة، لا رفع بيش؟ بثبوت النون، يفعلون يأكلون، أصلها يأكلوا صار فيها دخل عليها واو الجماعة صارت يأكلون، أصلها يأكلوا في ألف الاثنين صارت يأكلاني، أصلها يأكلوا دخلت عليها المؤنث مخاطب صارت تأكلين، شوف. فإذا دخل عليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو الياء المؤنث مخاطبة ما صار الآن يرفع بالضمة، صار يرفع بثبوت النون ويجزم وينصب بحذف النون. إذا لما اتصلت فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو الياء مخاطبة يبقى على الأصل فيه وهو مرفوع على رفع الضمة. إذا اتصلت فيه نون التوكيد خفيفة وثقيلة فإنه حينئذ يجزم على الفتح أو يبنى على الفتح، وإذا دخلت عليه نون النسوة يرضعنا يرضعنا صار إيش؟ يبنى على السكون. ما دخل عليه شيء وهو فعل مضارع بعافيته، ما دخل عليه شيء يكون على الأصل مرفوع بالضمة. مثاله يأكل يشرب يدرس يفعل. ها طيب كم؟ أما الاسم المفرد المراد به، هذا كل الكلام راح يشرح لي مرثا، أنا هيئكم شوي عشان تشرح تكون أنت عندك خلفية. نعم. أما الاسم المفرد المراد به هاهنا ما ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحقا به. آه ما هو اسم المفرد؟ ها المفرد ليس بمثنى ولا جاء. قال ولا ملحق بهما، في كلمات ما هي أيضا مثنى ولكنها تلحق بالمثنى، ما هي جمع لكن تلحق بالجمع. السبب أن ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، مثلا اثنان وثنتان واثنتان، ما المفرد منهما؟ ما المفرد من هالكلمات؟ لا مفرد، وليس بعد مثنى. المثنى تعرف شيء المثنى؟ محمد ومحمد محمدان، خالد وخالد خالدان، لكن هذا اثنان وثنتان واثنتان ليس بمفرد، ليس له مفرد من لفظه وليس بعده مثنى، فمثل هذا يسمى ملحق بالمثنى، يعرب مثل معرب المثنى، جاء اثنان رأيت اثنين مررت باثنين فيسمى ملحق بالمثنى. وفي أيضا هناك ما هو ملحق بالجمع ذكر سالم، جمع ذكر سالم مثل ماذا؟ مثل مسلمون مؤمنون قانتون مهندسون، هذا اسمها جمع ذكر سالم. لكن عشرون، ايش رايكم عشرون هذه؟ ما المفرد من عشرين؟ ها عشرين مفردها، مفرد عشرين ما له مفرد صح؟ لا تقولي واحد، صح واحد مفرد عشرين لكن ليس من لفظه، واحد واحد وهذا مفرد من عشرين لكن هل هي من لفظ عشرين؟ لا. لا تقولي عشرون مفردها عشرة، لا العشرة مثناها عشرتان وجمعها عشرات، هذه عشرون ما لها مفرد من لفظها وتعرب مثل جمع ذكر سالم، فتقول جاء عشرون رجلا ورأيت عشرين رجلا ومرت بعشرين رجلا، فيسمى هذا ملحق بالجمع ذكر سالم. جمع ذكر سالم له مفرد، مسلمون ايش مفردها؟ ها مسلم، مؤمنون مفردها مؤمن، لكن خمسون ايش مفردها؟ ما له مفرد، ستون عشرون سبعون تسعون ما له مفرد، فيسمى هذا ملحق بالجمع مذكر سالم صح؟ فمثل هذه الكلمات هي ليست بمفردة، إذن لا تعرب في حال رفع الضمة، لا ليست علامة في حال رفع الضمة، الضمة في الاسم المفرد لا في، قولوا ليس في المثنى وليس في الجمع ولا الملحق بهما.
طيب كمل. ولا من الأسماء الخمسة. ولا من الأسماء الخمسة. إذا صار من الأسماء الخمسة ما يرفع علامة رفعه الضمة. لن يرفع على ترفع الضمة إذا كان من الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ من يعرف من خلفية سابق عنده الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو مال. ذو مال، ذو جاه، أي شيء من ذو. هاي تسمى الأسماء الخمسة. أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه في حال الرفع لن ترفع بالضمة، لا ترفع بالواو، تقول جاء أبوك، جاء أخوك، وتنصب الألف، عند نصبها الألف. رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، وتخفض بالياء، تقول إيش؟ مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت بحميك. طيب المقصود أن ما كان الأسماء الخمسة ولا كان مثنى ولا ملحق المثنى ولا جمع ذكر سالم ولا ملحق جمع ذكر سالم، إنما هو اسم مفرد، وفي حال رفع فإنه يرفع ماذا يا أخوان بالعلة الوصلية؟ الضمة. طيب كم سواء ما كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب. قلنا هذا المفرد اسم ليس بمثنى ولا جمع ولا ملحق بهما، سواء ذكر أو أنثى، محمد أو زينب أو هند أو فاطمة أو علي، أو يرفع على طرف الضمة. نعم. وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى ونعمة، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعان، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد، والقاضي مقول علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة، وأخي مقول وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة. وأما جمع التفسير هذا كل الكلام قلناه، قلنا وعربنا والحمد لله، وإن شاء الله يتكرر حتى يتقرر. كم أما جمع التكسير؟ أما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. هذا التغير هو إيش؟ عبر عنه إيش؟ بالتكسير. الاسم المفرد يتغير عند الجمع، فقال عنه جمع تكسير. نعم. وأنواع التغير الموجودة في جمع التكسير. أنواع التغير تأتي الآن في جمع التكسير هذا. هذا يا إخوان ليس درس نحو، ليس على علاقة له، هذا الصرف. صرف نقول في شيء اسمه النحو والصرف. صرف هو تغير الكلمة شلون تتغير، لكن النحو هو ضبط آخر الكلمة. وإذا كان سيقرأه سريعا، لكن لاحظ كيف تتحول الكلمة من مفرد إلى جمع. أحيانا فقط لتغير حركات فيصير جمع، أحيانا لنقص في الحروف، أحيانا في زيادة الحروف، أحيانا في الزيادة والنقص، أحيانا في الزيادة مع التغيير في الحركة، أحيانا زيادة نقص مع التغيير. راح يضرب لك إياها. اسمع. نعم. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. أولاً تغيره بالشكل ليس غير. ليس غير. فقط تغير في الشكل. نحو أسد وأسود. أسد. أسد هذا إيش؟ جمع. صح؟ هل تغيرت الحروف؟ همزة سين دال، لكن تغير ماذا؟ في الشكل فصار جمعاً. مثل ونمر. نمرون ونمر. جمع نمر. نعم. و بين حروف المفرد والجمع في هذين الكائنين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. ثاني تغير بالنقص ليس غير، نحو تخمة وتهم وتخمة وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين الكائنين وهو التاء، وضاف الحروف على حالها في الأخرى. سبحان الله العظيم، شوف نقص حرف يصير جمع، نقصته زاد. هي تهمة شيء، أحذف التاء الأخيرة تصير إيش؟ تهمون. ها هي تخمة، احذف التاء تخمون، مع الحذف صار الجمع. نعم. ثالثا تغير بزيادة ليس غير، نحو صنم وصنوان، مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. شوف صنون هذا واحد، صنوان جمع. نعم. رابعا
رابعا تغير في الشق. تعرفون الصنوان؟ يعني الشجرة إذا كان لها أكثر من فرع يقع إيش؟ صنوان. نعم. رابع تغير في الشق مع النفس نحو سرير وسرر وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض. عندك بالكسر كتب حمر كذي. أنا عندي بالضم سرير وسرور. لاحظ إيش اللي حصل في سرير وسرور؟ صار في نقص لو حذف إيش حرف الياء وصار في تغيير. السين كان عليها بالمفرد فتحة صار عليها بالجمع ضمة، والراء كانت في المفرد عليها كسرة صارت في الجمع ضمة. سرير سرور. كذلك كتاب كتب حذفت الألف صح عند الجمع، وبعد ما كانت الكاف مكسورة كتاب صارت كو كتب، ها؟ وبعد ما كانت التاء مفتوحة مع وجود الألف صارت كتب مضمومة. فمع الحذف والتغيير حصل الجمع. نعم. وكذلك مثلها إيش؟ أحمر وحمر، وليس حمر وحمر. حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر، واضح؟ ها يعني جاء في كتاب والسنة حمر وحمر. أما حمر جمع حمار في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هجم عليها الأسد أو الصياد حسب التفسير ففرت. الكفار من الذكرى ينفرون كنفور الحمر جمع حمار من صياد ها يعني يريد اصطادها أو أسد قفز عليه. حمر جمع حمار. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جمع حمراء. فحمر جمع أحمر، حمر جمع حمار، واضح؟ طيب. خامسا تغير في الشد مع الزيادة نحو سبب وأسباب وبطل. ما الذي زاد هنا السبب أسباب؟ الألف صح؟ عند الجمع أضاف ألف فصارت أسباب. وأيضا كانت إيش؟ السين ساكنة صارت متحركة، عفوا كانت متحركة بالفتحة صارت ساكنة، سبب صارت أسباب. وأيضا حذفت يعني أضيف همزة في البداية وألف بين البائين فصارت أسباب. نعم. مثلها بطل وبطل وأبطال وهند وهنود وسبع وسباع وذئب وذئاب وشجاع وشجعان. طبعا هالكلمات أيضا قد تجمع بصيغة أخرى مثل أسد أسود وأسد. طيب مثل هند هنود وهندات، ها؟ مثل نمر تجمع نمر ونمور، ممكن يجمع الشيء على أكثر من صيغة. نعم. سادسا تغير في الشق مع زيادة النفس جميعا نحو كريم وكرماء ورغيب ورهبان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضم سواء ما كان المراد باللفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب. طبعا هذا شوي تجاوز، هذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، لا تكون مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، ليس الضمة هي اللي ترفع، الضمة هي علامة رفع. نعم. نحو رجال وكتاب أن كان المراد به المؤنث نحو قنود وسيان، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبال. تقول قام الرجال والسيان فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذار ليكون كل من الجرحى والعذار مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب نكتب القدر والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.